السلام عليكم جميعا، حياكم الله ومساء الخير ونرحب بكم. يعطيكم العافية على حضوركم. نرحب بكم في ندوة جديدة ضمن سلسلة ندوات مبادرة تعزيز التعلم الإلكتروني. بداية أعرف بنفسي، معكم الأستاذة نور ذويخ، معلمة وسفيرة مبادرة تعزيز التعلم الرقمي. بإذن الله راح أشارك معاكم هذه الليلة لإدارة الندوة الإلكترونية، والتي بإذن الله ستقدم من قبل مبادرة تعزيز التعلم الإلكتروني والرقمي بالشراكة والتعاون مع عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة الملك خالد. حيث تهدف هذه الندوات إلى تعزيز، توظيف ودمج أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في العملية التعليمية بهدف تحسين مهارات الميدان التربوي وتجويد أساليب تعلم الطلاب ورفع من مخرجات التعلم. وننوه بأننا نرحب بمشاركة متميزين في دمج التقنية ومن له رغبة بتقديم ندوات إلكترونية مستقبلاً، حيث يمكن التواصل مع حسابات مبادرة تعزيز التعلم الرقمي للتنسيق لتقديم ندوة إلكترونية بإذن الله تساهم بدعم قدرات الميدان وتحقق تبادل الخبرات ومشاركة المهارات. بإذن الله اليوم الندوة سوف تقدمها لنا المعلمة القديرة الأستاذة صبرية الخيبري بعنوان معلم مايكروسوفت الخبير. بداية أعرف الأستاذة المعلمة صبرية بنت محمد الخيبري، مدربة ومعلم خبير من شركة مايكروسوفت التعليمية، مدرب معتمد من أكاديمية المعلم الأول، وعضو في برنامج رواد للإبداع من أكاديمية البورد الكندي، وعضو في المجلس السعودي للجودة، وأخصائي إدارة جودة شاملة، كذلك ما شاء الله أخصائي شمس الموارد المفتوحة وهي تابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهي معلمة في إدارة تعليم محافظة الخرج المرحلة الثانوية. نرحب بك أستاذة صبرية ويعطيك العافية على جهودك ودعمك لمهارات وخبرات الميدان من خلال مبادرتك في مشاركة لديك من خبرات مع المعلمين والمعلمات. فيعطيك العافية ونرحب فيكي للبدء. يعطيكم العافية، وأنا بدوري أيضا أرحب المبادرة التعزيز الرقمي متمثلة بجامعة الملك خالد بإتاحة الفرصة لي بتقديم هذه الندوة، وأيضا حظيت بشرف إدارة هذه الندوة من قبل معلمة متميزة في المملكة العربية السعودية نورة الذويخ. فأرحب أيضا بكم حضورنا الكريم. بداية، محاور الدورة أو محاور الندوة عفوا، من هم معلمو مايكروسوفت الخبراء؟ المميزات التي سيحصل عليها المعلم الخبير، معايير تقييم المشاركات المقدمة لبرنامج معلمي مايكروسوفت الخبراء، أيضا طريقة ملء النموذج الخاص بالترشيح لمعلم مايكروسوفت الخبير، بالإضافة أيضا إلى أدوات رقمية يستطيع المعلم استخدامها في الحصص الدراسية وترفع أيضا من قدراته. طبعا عملت مايكروسوفت ووزارة التعليم شراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني والتعليم ببرنامج المعلم الخبير الذي يهدف إلى تطوير قدرات المعلمين والمعلمات في استخدام التقنية بهدف دعم التحول الرقمي في تحقيق مخرجات تعليمية أفضل، حيث أن هذا البرنامج متاح لكافة المعلمين والمعلمات سواء كان في التعليم العالي أو التعليم العام، يعني ليس محصورا فقط على معلمين التعليم العام، حتى أيضا التعليم العالي أيضا والقطاع الخاص، أيضا لكل من لديه شغف وطموح لتجويد عمله وتطوير مهارات طلابه عبر العمل التعاوني والابتكار.
طبعا شركة مايكروسوفت تؤمن بأن التقنية وحدها لا يمكنها بناء مهارات مطلوبة للقرن 21 لدى الطلاب، فالتقنية تعتبر أداة للتسريع، فلذلك هي تؤمن أيضا بقوة تأثير المعلم، بالتالي تهدف أو يكون هدفها الأساسي من هذه المبادرة إنشاء مجتمع مايكروسوفت للمعلمين، يعتبر أيضا دعم وتعزيز قوة للمعلمين في التأثير، بحيث أن مجتمع مايكروسوفت التعليمي يعتبر فرصة لتبادل الخبرات مع المعلمين والمعلمات، سواء كان في الوطن العربي أو على مستوى دول العالم. طبعا برنامج معلم مايكروسوفت الخبير يعتبر برنامج حصري تم إنشاؤه لتكريم المعلمين على مستوى العالم، بحيث أنهم يستخدمون التقنية يكونون قدوة لنظرائهم في استخدام التقنية بفاعلية كبيرة جدا، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للتعليم والتعلم. يعطيك العافية أستاذة صبرية، المعلومات رائعة. إن أمكن نعم تشغيل عرض الشرائح بحيث إحنا نستمتع في المعلومات اللي قاعد تعرضينها أمامنا بصورة واضحة. كده واضح؟ رائع، واضح؟ يعطيك العافية، جدا رائع. ما يعافيك. طبعا كيفية المشاركة في البرنامج أو قبل المشاركة في البرنامج، هو الأفضل أن يكون الشخص مسجل في مجتمع مايكروسوفت، لأن فيها دورات متنوعة حيث أنها تخدم سواء محو الأمية الرقمية، أيضا فيها دورات خاصة في مهارات القرن 21، أيضا فيها دورات خاصة في الذكاء الاصطناعي، الرياضيات، البرمجة، والحاسب الآلي. كيفية المشاركة في البرنامج؟ نأتي إلى أهم الخطوات الأساسية للحصول على المعلم الخبير. كما ذكرت، لابد أن يكون للمعلم أو المعلمة حساب داخل المجتمع، أيضا يكون حاصل على 1000 نقطة، هذه تعتبر من ضمن الخطوات الأساسية، إذا التسجيل في موقع مايكروسوفت للمعلمين، اكتساب أيضا 1000 نقطة في المجتمع، وسوف يحصل المعلم على لقب معلم مايكروسوفت المبدع، مما يؤهله للترشح لبرنامج المعلم الخبير. إذا هذه بداية الترشح، إذا التسجيل في موقع مايكروسوفت حتى يستطيع الدخول في هذه المنافسة والمسابقة، أيضا اكتساب 1000 نقطة في المجتمع، وأيضا الدخول وحضور الدورات داخل هذا المجتمع. طبعا الخطوات الأولى أيضا عرض إنجازات المعلم أو المعلمة عن طريق ملف اسمه ملف السواي، ملف جدا سهل، تعتبر سحابة، وهو قريب إلى برنامج الباوربوينت، لكن الفرق بينه وبين الباوربوينت، الباوربوينت يعتبر عبارة عن شرائح، أما السواي عبارة عن إضافة بطاقات. راح نتعرف عليها قبل نهاية هذه الندوة، كيفية أو مميزات هذا البرنامج. أيضا هناك في نموذج خاص للترشيح الذاتي للمعلم الخبير، فيها تقريبا 4 أسئلة لابد أن يعني يتجاوب معها سواء كان المعلمة أو المعلم. طبعا الأسئلة التي تطرح في النموذج الذاتي: لماذا ترشح نفسك لتكون أحد معلمي مايكروسوفت الخبراء؟ أيضا السؤال الثاني: كيف دمجت تقنيات مايكروسوفت بطريقة إبداعية في الصف الدراسي؟ بالنسبة لتقنيات مايكروسوفت، لو مثلا برنامج واحد استخدمته من ضمن حزمة أوفيس مايكروسوفت، ولكن المقصود بالتقنية، التقنية سواء كانت تطبيقات الأيباد، البرامج التي تأتي مع الجوال،
المهم أننا دمجنا التقنية في التعليم. أيضا سؤال آخر، كيف كان تأثيرك على المعلمين في محيط عملك؟ هل تم هناك مثلا عمل دورات تدريبية خاصة بالتقنية أو ورش من ناحية دعمهم في المهارات التكنولوجية في التعليم إلى آخره؟ أيضا الخطة المستقبلية التي ينوي المعلم أو المعلمة في تحقيقها في حال فعلا تم اختياره ليكون معلم مايكروسوفت خبير. وأيضا على الشخص أن يعني عناية تامة في الجودة في الإجابات، أيضا في المخرج النهائي الذي سوف يقدمه في هذا النموذج، سواء كان في ملف أو في ملف سواي أو كان عن طريق تقديمه في مقطع فيديو. طبعا بالنسبة إذا كان يستخدم مقطع فيديو ما يتجاوز اللي هو دقيقتين. ما نوع الملف الذي سأقدمه للدخول في الترشيح؟ كما ذكرنا، إذا كان المرشح لأول مرة يترشح لهذه المسابقة، فيطلب منه إما فيديو أو برنامج سوي. أما بالنسبة للمعلمين الخبراء الذين سبق لهم الترشيح، فقط يجددون الترشيح مرة أخرى عن طريق تقديم إنجازاتهم في ملف OneNote. طبعا بالنسبة للإنجازات، نبدأ بالنبذة التعريفية واحد عن المعلم أو المعلمة، الإنجازات التي قام بتقديمها، دورات، ورش، مبادرات، مشاريع إلى آخره. طبعا بعد استيفاء هذه الخطوات الأساسية السابقة، فعلى المعلم أيضا تعبئة النموذج الخاص بترشيح نفسه حتى يكون معلم خبير مايكروسوفت. أنا الآن واضعة هنا رابط راح ندخل عليه ونتعرف على هيئة النموذج الخاص في المعلم الخبير. أيضا هناك نموذج آخر للمدارس التي تنوي في الدخول أو التحول الرقمي، لها أيضا نموذج خاص إذا أراد القائد أو القائدة. بدخلكم الآن على هذا الرابط نتعرف على طبعا هذا الصفحة ظهرت لنا، طبعا مكتوب لرؤية نموذج الترشيح الذاتي باللغة التي اخترتها، سواء كان باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية. أيضا هنا البداية، تكنولوجيا وحدها لا يمكنها بناء مهارات القرن 21 لدى الطلاب. التكنولوجيا أيضا تعتبر مسرع لكنها وحدها لا يمكن التغيير إلى آخره. نأتي الآن إلى نظرة على برنامج المعلمين الخبراء. طبعا هنا في هذه الصفحة وضعين أسماء معلمون ممن هم ترشحوا في السابق، لكن المفترض أن يكون الترشيح في 15 تقريبا يوليو من الأسبوع المنصرم، لكنه إلى الآن لم يبدأ بالإعلان عنه، فقالوا ربما يتأخر إلى فترة الصيف. طبعا هنا قبل أن تبدأ بترشيحك الذاتي، تأكد من قراءة المؤهلات الموصي بها لتصبح خبيرا. ندخل عليها.
طبعا أني راح أدخل على صفحتي الأساسية في المجتمع. أستاذة صبرية، إن أمكن تشاركينا الشاشة بحيث إحنا ممكن نتابع معك الخطوات نتعلم، لأن اللي ظهر أمامنا الآن شاشة الباوربوينت. ما هي واضحة عندكم الشاشة؟ لا الآن اللي ظهر شاشة الباوربوينت إن أمكن تصغيرها بحيث إحنا ممكن نتابع معك ونتعلم خطوات الشرح. أيوة لحظة، ها الله واضحة يعافيك. الآن؟ لا ما زال الباوربوينت أمامنا. صغرتها، ألوانتها تصغير. لحظة، أنا أسوي ستوب لل إن أمكن إنك تنقلي على مشاركة الشاشة. دقيقة بس. بصورها مرة ثانية بشوف إذا كان طيب الآن. ما زال أمامنا الباوربوينت. قريبة في الأسفل هناك إيه، مشاركة شاشة. خلاص خلاص، إيه الشير هذه، ها ظهرت. تمام الآن ظهرت معنا، يعطيك العافية، الله تفضلي. يعافيك. طبعا تظهر لي هنا الخطوات الأساسية. طبعا واضح هنا في نفس الموقع دليل إرشادي للمعلم للمشاركة في برنامج مايكروسوفت للمعلمين الخبراء. أيضا في داخل هذا الموقع فيه أيضا ملف سواي فيه جميع الخطوات، لكنه قديم 2018. كيفية المشاركة، مثل ما ذكرنا الانضمام إلى مجتمع معلمي مايكروسوفت المعلمين، أيضا إرفاق رابط خاص بالملف التعريفي الخاص للمعلم أو المعلمة في داخل هذا المجتمع. طبعا كيفية العثور على هذا الرابط من الأيقونة الخاصة بالمعلم في مجتمع مايكروسوفت، في الأسفل يضغط على تحرير الملف ثم نسخ للرابط الخاص به ووضعه في الملف الذي سوف يقوم بالترشيح به وملأه بالنموذج. طبعا أيضا واضعين هنا ملاحظة مرفق توضيح لهذه الخطوة بالفيديو في الدليل الإرشادي في الأعلى. أيضا المطلوب إنشاء مقطع فيديو مدته دقيقتان أو ملف سواي يشرح بشكل إبداعي كما ذكرنا، المطلوب الجودة في الإجابات. أيضا كيفية دمج التقنيات سواء كان مايكروسوفت أو التقنيات بشكل عام التي يستخدمها المعلم سواء كان في الأيباد أو برامج الجوال إلى آخره في الحصة الدراسية. ثم مشاركة هذا الملف الفيديو أو السواي بوضعه في نموذج طلب الترشيح. طبعا بعد استكمال هاتين المهمتان هنا الرابط، خلنا مرة ثانية عليه، معليش. لو كان الرابط فعال كان شغلت لكم، بس غير فعال حاليا. طبعا هذا بالنسبة للجزئية الخاصة بالمعلم الخبير. هنا أيضا رابط خاص في مدارس مايكروسوفت والذين لديهم الرغبة في التحول الرقمي. وأيضا في هناك معرض للمدارس و تترشحت أحد المدارس يحصلون على هذه الشارة بهذا اللون. إلى آخره. طبعا هذه البداية، يضع المرشح العنوان البريدي، كلمة السر، التأكيد. بضع لكم الخطوات.
ثم من بعد تأتي تعبئة البيانات الأساسية، الاسم الأول، الكنية، عنوان البريد، الدور الحالي في المدرسة، معلومات المدرسة، مدرستي هي جزء مثلا من موقع المدرسة، الجغرافي، العنوان، المدينة، الرمز البريدي، استخدام هذه المعلومات المذكورة على جميع الترشيحات الذاتية إلى آخره. ثم أقوم بضغط على الاستمرار. ثم من بعدها تأتي الخطوة الثالثة، كما ذكرنا وضع العنوان الخاص بالملف التعريفي داخل مجتمع مايكروسوفت، أيضا العنوان وضمن الرابط الخاص بالملف سواء كان فيديو أو ملف سواي، ثم يتم إرسالها. من بعدها تأتيني رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني أنه تم قبول. طيب الآن ظهرت العرض. نعم. طبعا بعد الانتهاء من ملء النموذج بالخطوات السابقة ذكرها، الوزارة وممثل مايكروسوفت الإقليمي سيختارون المعلمين والمعلمات الخبراء استنادا على جودة الإجابات في نموذج الترشيح الذاتي ومستوى الإبداع فيه ومدى استخدام أدوات مايكروسوفت توظيفها لدعم الاستراتيجيات في التعليم. من وجهة نظركم، ما هي المعايير التي يتم تقييم المشاركات المقدمة لبرنامج معلمي مايكروسوفت الخبراء؟ هل هناك معايير معينة استخدام برامج مايكروسوفت أيضا؟ تأثيره في مجتمع المعلمين، الجودة والإبداع، التمكن من استخدام البرامج، جميل، طريقة استخدام الوسائل التعليمية، جودة المخرجات، رائع، دمجها في التعليم، الربط الفعال، مدى استخدامهم لبرامج مايكروسوفت، الإبداع في التقنية، مدى تفعيلها بشكل جيد، رائع، الدمج الهادف للتقنية، مهارات القرن 21، جميل، إنتاج الطلاب، طبعا إنتاج الطلاب المقصود فيه المشاريع أيضا، الابتكار والتجديد، رائع. استخدام الصف المقلوب، الأفكار الإبداعية، التطوير والإبداع، تعويد الطلاب على استخدام التقنية، التعلم الذاتي، البحث والتطوير، مواكبة متطلبات العصر، تعزيز المهارة، استخدامه بشكل احترافي، يخدم العملية التعليمية، إنتاج المعرفة، ربط التعلم النشط مع التقنية، رائع جدا، نشر ثقافة التحول الرقمي، جميل، الخروج عن المألوف وتحقيقه لأهداف المحتوى الدراسي، مدى استخدام التقنية بالتعليم، مشاركة المعلم في مجال تدريب الطلاب والمعلمين على التقنية، رائع، يعطيكم العافية. أولا، معايير إنجازات المشارك أو المشاركة. طبعا مشاركة المعلم أو المعلمة في المسابقات والمبادرات الاجتماعية سواء كانت المحلية أو الوطنية أو مشاركات دولية، أيضا تدريب المعلمين والمعلمات أو الطلبة على التقنيات الحديثة التعليمية، وعندما يطبق المعلم التقنية لابد أن يراعي فيها الفئة المستهدفة، هل هي تقنية تناسب هذه الفئة أم لا تناسبهم؟
أيضا هل هذه التقنية حينما يوظفها تناسب التخصص الدراسي الخاص بالمعلم أو أنها لا تناسبه؟ هناك بعض التقنيات تكون ترتبط في جميع المواد الدراسية تخدمها جميعا، وهناك لا، في بعض التقنيات تكون موجهة لمواد دراسية معينة. المحتوى التعليمي الذي تمت المشاركة به على المجتمع أو على شبكات التواصل الاجتماعي ممكن يكون محتوى تعليمي مورد أنا أضفته في داخل المجتمع المايكروسوفت التعليمي، ممكن يكون عبارة عن درس من الدروس الخاصة في المنهج، أو مثلا يكون عبارة عن نشر دورة من الدورات إلى آخره. أيضا مجموعة النقاط المكتسبة في مجتمع مايكروسوفت التعليمي، كما ذكرنا في البداية أنه لابد أن يكون عدد النقاط المكتسبة في مجتمع مايكروسوفت التعليمي تصل إلى 1000 نقطة. طبعا ثانيا، معايير مشروع دمج التقنية في التعليم، إذا لها معياران، الأول قلنا معايير خاصة بإنجازات المشارك، والثانية معايير خاصة بدمج التقنية في التعليم. 1، وضوح تعليمات المشروع ومعايير تقييمه للمتعلمين، مدى توافق أهداف المشروع مع الأهداف العامة للتعليم ورؤية 2030. والأفضل للمعلم حينما يقوم بتقديم أي مشروع يفضل أن يكون التعلم المستند على المشاريع. طبعا المقصود بالمشاريع التعليمية تعتبر هي سلسلة من الأنشطة، إما أن يقوم بها مثلا فرد أو جماعة وفق معايير معينة محددة مرتبطة بالمنهج، تحقيق أهداف واضحة في محيط اجتماعي. أيضا يكون المشروع له نشاط تربوي يخطط له من قبل الطلبة مع المعلم حتى يحققون هدف منشود. أيضا يكون المشروع يقوم به طلاب ب طبعا أنشطة متنوعة يكتسبون من خلالها بعض الاتجاهات الإيجابية. ولأهمية هذه ولأهمية التعلم بالمشاريع، طبعا فيها مشاركة للطلبة في المشكلات الحياتية التي تكون في الواقع، أيضا توفر للطلبة الاستثارة، طرح الأسئلة، القدرة على البحث على المصادر، فيها تفكير النقدي، فيها أيضا مهارات لحل المشكلات، أيضا فيها فرصة لتطبيق عدد كبير من المهارات التي يحتاجها في المستقبل جميع الطلبة، أيضا فيها القدرة على اكتشاف ومعرفة الفرد لقدراته، بحيث أن التعلم بالمشاريع يعتبر أيضا فيها ربط ما بين الأهداف الموضوعة في التعلم وبين تلك الإنجازات والمعايير التي تم الاتفاق عليها في بداية المشروع. طب هل هناك هدف معين من التعلم المستند على المشاريع؟ نقول فيه أهداف وأهدافها كثيرة، لكن نقول إنها توفر بيئة محفزة للبحث والتحليل والاستقصاء، فيها أيضا دمج للتكنولوجيا في التعليم لخلق جيل واعي، بما أنها بإذن الله سوف تخدم رؤية 2030، أيضا فيها تدريب الطلبة على تحمل مسؤوليات اتخاذ القرارات بحسب المواقف الواقعية التي يواجهونها. طبعا هناك أقوال عديدة من العلماء فيما يتعلق في هذه النقطة للتعلم المستند على المشاريع، تذكر منها قول العالم توماس حينما قال إن المشروع يزيد نسبة فاعلية للطلاب والحضور، بحيث إنهم يزيد الاعتماد على الذات، تحسين الاتجاه بالنسبة للطلاب نحو التعلم. وبعضهم عدوا أن التعلم المستند على المشاريع يعتبر استراتيجية من الاستراتيجيات، لأنه طريقة يقوم عليه الطلبة بنشاط ذاتي تحت إشراف المعلم، بحيث أنه يتماشى مع منهج النشاط الذاتي أو العمل. طبعا أنواع المشاريع متعددة، إما أنها تكون فردية صفية أو على هيئة فرق. أيضا من ضمن المعايير جاذبية أسلوب العرض توافقه مع المرحلة العمرية المستهدفة.
على حسب الفئة العمرية التي أنا أقوم بتدريسها. طبعا المرحلة الابتدائية تختلف عن المرحلة الثانوية، تختلف عن المرحلة المتوسطة. أيضا مدى توظيف التكنولوجيا، المعلومات والاتصالات لدعم تنمية مهارات القرن 21. طبعا مجتمع مايكروسوفت فيه العديد من الدورات التي تخدم هذه المهارات، جميلة ورائعة جدا، بالإضافة إلى أن المعلم يستطيع أيضا الاستفادة من بعض المواقع أو المنتديات التي تتحدث عن مهارات القرن 21. أيضا تحديد البرامج والتطبيقات المستخدمة في ذلك. أيضا مدى تفاعل المتعلم مع المشروع كما ذكرنا سالفا، مشاركته فيه بحيث يكون منتج للمعرفة ليس فقط متلقي. أيضا مدى تطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة مع الإشارة إليها، بما أننا الآن في عصر التقنية والتكنولوجيا والاستراتيجيات والتقنيات متنوعة وأيضا مستحدثة. أيضا المشروع الخاص بالذكاءات المتعددة لدى المتعلمين وتوافقهم مع أنماط التعلم المختلفة. أيضا الإبداع والممارسات التعليمية المبتكرة. أيضا تضمين كل ذلك من مخرجات الطلبة خلال تنفيذ المشروع عن طريق توثيق بالصور، أو مثلا إعطائهم شهادات تحفيزية من قبل المعلم أو المعلمة، أو حتى مثلا يكون فيها خطاب شكر من القائد للمعلمة في تنفيذه لأحد هذه المشاريع. توثيقها، تضمينها أيضا، كلها في ذلك الملف الذي يريد رفعه من أجل المشاركة في مسابقة معلم مايكروسوفت الخبير. في سؤال على النقطة السالفة قبل ما ننتقل إلى الأدوات الرقمية الخاصة بالمعلم الخبير، طبعا تعتبر هي مساعدة للمعلم الخبير في الفصول الدراسية. أي مشروع أنا أستخدمه مع الطلبة أنتظر المخرج النهائي لذلك المشروع. تندرج مع المعيار الثاني في دمج التقنية، وعادي لو أرجع الشرائح مرة ثانية هنا. قلنا أنها معياران، المعيار الأول خاص بإنجازات المعلم، والمعيار الثاني خاص بدمج التقنية. ماينكروفت أيضا برمجة، يعتبر لا يعتبر، أنا استخدمت البرمجة مع الطلبة في الصف الدراسي، لكنه لا يعتبر مشروع من المشاريع. ممكن أوظف البرمجة بشيء آخر كاستخدام الروبوت، أو مثلا أعمل مشروع مع الطلبة بتنفيذ تطبيق خاص بالجوال، أفعل برمجة وصناعة مشروع أو مخرج نهائي لتطبيق من التطبيقات الخاصة بالجوالات. نعم، يمكن يكون نشاط مختلف له علاقة بالدروس، البرامج والتطبيقات التقنية التي أنا أستخدمها في داخل الصف الدراسي، أو أجعل الطلبة أيضا يستخدمونها معي، المنصات التعليمية إلى آخره، تعتبر تقنية، فصول افتراضية. وعندنا المنصات التعليمية كثيرة جدا، مثلها إيزي، ادمودو، اكادوكس، لاراسيرا، جوجل كلاسروم الى اخره، تطبيق مايو في الجوال. اي تطبيق من تطبيقات او منتجات مايكروسوفت يؤخذ به، الانيميشن، شخصيات متحركه. لا، بوابه المستقبل هذه لها، تعتبر هي منصة أيضا تعليمية.
لابد من إرفاق الشواهد والصور داخل الملف الذي أريد رفعه. مسابقات، كما ذكرت، مسابقات، مشاريع، مبادرات، مو بشرط، لكنك توظفين أيضا فيها. ليس كل التطبيقات من شركة مايكروسوفت، على الأقل تطبيق أو منتج أو منتجان. ومثل ما ذكرنا أن التقنية بحر واسع، للمعلم أن يختار ما يراه مناسبا وملائما مع طلابه، بحيث أنه يراعي الفئة العمرية التي يقوم بتدريسها. توضع في ملف سوي، ممكن صناعة فيديو مترجم. لا، مو كل شيء بالتفصيل، لأن المطلوب إذا كان فيديو مطلوب فقط دقيقتان. نعم، يمكن إدراجها. ممكن إدراجه في منصة، تعتبر كونك أنت رفعتي موارد تعليمية، إذا أنت قمت بنشر أحد الموارد في المنصات التعليمية. نعم، يعتبر أيضا جميل. لا، ليس كل شيء بالتفصيل، أنت اختاري الأفضل، أفضل المنجزات لديك. يختار المعلم أو المعلمة أفضل المنجزات التي لديه ثم يضمنها داخل هذا الملف. أي، ما في مشكلة. الكيف ليس العدد. نعم، ناتي إلى الأدوات الرقمية التي يستخدمها المعلم الخبير في مايكروسوفت في الفصول الدراسية. طبعا الأدوات الرقمية كثيرة جدا للمعلم اللي يختار ما يراه مناسبا. على سبيل المثال عندنا ون درايف، طبعا هو تابع ل مايكروسوفت. أيضا استخدام البريد الإلكتروني في إرسال المهام المطلوبة كالمشاريع، الواجبات الخاصة بالطلبة، توثيقه، تصويره، إضافته وإدراجه في الملف. أيضا عندنا مثلا يستخدم المعلم نماذج الفورم لعمل استبانات أو اختبارات إلكترونية، أو عمل مثلا تصويت على أحد المشاريع، أو تصويت لأي أمر من الأمور، تحليل أيضا عندنا السرد الرقمي، تصميم مقاطع فيديو، وكما ذكرت الأخت الأنيميشن اللي هي استخدام الصور أو عفوا الشخصيات المتحركة. استخدام المنصات التعليمية الخاصة بشركة مايكروسوفت كمنصة تعليمية اسمها منصة تيمز، بما أني أيضا وظفت منتج من منتجات الخاصة بمايكروسوفت. أيضا هناك برامج تقنية داعمة للمعلم الخبير. عندنا على سبيل المثال موقع اسمه تيتشر تيوب، طبعا هو شبيه لليوتيوب، لكن عيبه أنه فقط يقبل عدد معين، 20 طالب، وإذا أردت الزيادة أدفع رسوم إضافية. طبعا في البداية يعطيني فقط 30 يوم مجاني. طبعا أستطيع أن أضيف فيه مستندات، صور، صوتيات، أتراسل مع الطلبة في داخل هذا الموقع. أيضا عندنا تطبيق آخر اسمه إيفر نوت، له نفس الموقع تيتشر تيوب، أضيف فيه مستندات، ملاحظات، صور، تسجيل صوتي أنا، أيضا إضافة مقاطع مرئية. عندنا أيضا موقع آخر اسمه سكول تيوب، نفس أيضا موقع تيتشر تيوب، أستطيع أن أضيف فيه طلاب أتواصل معهم في إضافة المشاريع والواجبات إلى آخره.
أيضا موقع ماينكرافت، بما أنني أوظف البرمجة أيضا، وأوظف شيئان، برمجة وألعب مع الطلبة. طيب، مع الأدوات الرقمية التي ترفع في ملف المعلم الخبير ذكرناها في البداية، عندنا هنا تصميم مقطع فيديو، طبعا هذه صور لأحد التطبيقات الخاصة في المقاطع الفيديو، سواء كانت على الجوال أو على الأيباد. أيضا تصميم ملف تفاعلي على تطبيق سواي، هذا شكل الأيقونة الخاصة بالتطبيق. أيضا تطبيق ون نوت، بس هذه خاصة بالمعلمون الذين يقومون بتجديد ترشيحهم مرة أخرى، بحيث أنه سبق لهم المشاركة سابقا. طيب، نأتي إلى مميزات برنامج سوي للعروض. طبعا هو يعتبر خاص لنشر التقارير التفاعلية، طبعا يعتبر فيه عرض للقصص الشخصية، استطيع الشخص أن يعمل فيه عروض تقديمية بما أنه يشبه للباوربوينت، أيضا عمل مشاريع تعليمية، سيرة ذاتية، أحيانا يكون فيها تقارير إخبارية. طبعا من أبرز مميزات البرنامج، يمكن بسهولة ترجمة النصوص والصور، مقاطع الفيديو، المحتويات الأخرى بتنسيق تفاعلي عبر الإنترنت، أيضا بحث واستيراد المحتوى ذي الصلة من مصادر أخرى، أستطيع أن أتشارك به مع أشخاص آخرون، إما طبعا يكون عن طريق رابط، إما أن أجعله فقط عرض، أو أن أجعله مثلا تحرير، إذا جعلته تحريرا مثلا أرسله إلى الشخص الآخر لإضافة، يضيف عليه ما يراه أيضا مناسبا للمشروع. أما إذا أردت أن فقط أجعله عرضا، أختار أيقونة العرض. أما إذا أردت أن يتشاركني معي في نفس المشروع، كونه خاص للطلبة، أستطيع أن أجعله فقط للتحرير، ويضيف الطالب ما يراه مناسبا في ذلك الملف. أيضا مشاركة السواي الخاص بالشخص بعد الانتهاء عبر شبكة الإنترنت، أيضا من مميزاته أنه يتوافق مع جميع الأجهزة الذكية، سواء كان الجوال، التابلوت، الحاسب الآلي. أيضا يعد أحد التطبيقات السحابية، حيث أنه لا يحتاج إلى تثبيت على الحاسب الآلي، بل هو مدرج مع حزمة أوفيس 365. أيضا في فروق بينه وبين الباوربوينت كما ذكرنا، لكن فروق بسيطة جدا. لكن بالنسبة لسواي، تصل عدد البطاقات إلى 320 بطاقة، يقبل فيها صور متحركة، صور ثابتة، مقاطع فيديو، أستطيع أن أضيف فيها باوربوينت، أستطيع أن أضيف فيها ملفات البي دي إف، الوورد، الأكسل، أضمنها أيضا بروابط أخرى خاصة في مواقع منتديات. مثلا أنا لا أريد أن أتحدث عن شيء بشكل مفصل، أتكلم عنه بنبذة بسيطة جدا، ثم أضمنه برابط آخر داعم لذلك المورد. طيب، في أسئلة على الجزئية هذه ولا؟ يعطيك العافية أستاذة على التوضيح وشرح خطوات المشاركة في برنامج معلم مايكروسوفت الخبير، وما هي المعايير والمتطلبات التي ينبغي المعلم أن يوفرها وينفذها للمشاركة وتنفيذ المملكة دوليا. الشرح كان جدا رائع ووافي، ونشكر مبادرتك في تقديم خبراتك ومشاركتها مع الميدان، يعطيك العافية. وحابين نشوف إذا عند الحضور أي استفسار. طيب،
أستاذة نوف الدوسي تستفسر أستاذة صبرية إذا توجد مشاركات لملفات سوي للاطلاع. كذلك هناك استفسارات إن إذا توجد نماذج من مشاريع مقدمة سابقا بحيث الحضور يمكنهم يطلعون وياخذون فكرة وتصور ما هو المطلوب بالضبط من تقديم. جميل. أنا عندي ملفات خاصة لطالباتي، لكنها كملفات إنجاز خاصة في إحدى المواد، لكن كمشروع لا. يعطيك العافية إن شاء الله. تقديم استفسار مفتوح. يلا يلا. استفسار الآخر من أستاذ فهد إن حول التقديم، هل هو مفتوح الآن؟ لا، كما ذكرنا، سألنا الأستاذة نور الخجة مديرة البرامج العربية لشركة مايكروسوفت، ذكرت أنه لم يتم الإعلان عنه، مع أن المفترض كان المفروض 15 يوليو، قالت في الفترة الصيفية وسوف يتم الإعلان عنه قريبا. صحيح طبعا، وانا تعليقا على اجابه السيده صبريه، مجرد ما يتم الاعلان عنه جميع القنوات سوف تنشر ذلك متمثله بحسابات وزاره التعليم والحسابات الرسميه وحسابات المعلمين الخبراء، فاعتقد الجميع سوف يعلم وقتها عن التقديم. هناك استفسار السيده صبريه من نجاة، هل مدرب مايكروسوفت يمكنه التقدم على معلم مايكروسوفت خبير؟ نعم، يمكنه ذلك. ممتاز، إذا يمكن التقدم. طبعا أستاذة نعيمة الأحمدي تستفسر إذا المحاضرة مسجلة، نعم هي مسجلة، وأستاذة دلال تستفسر إذا توجد شهادات، حاليا لا توجد ولكن هناك تطلعات لبدء اعتماد الشهادات بإذن الله لربما في العام المقبل عند العودة بتقديم الندوات. أستاذة صبرية هناك أيضا استفسار من أستاذة منى رفيع أيوة. تستفسر بأنها معلمة مايكروسوفت خبير وترغب بالتجديد، هل عليها فقط تسجيل منجزاتها في الون نوت؟ هو المفترض أن يكون ون نوت، لكن هو خلاص تجديد كونها شاركت من قبل، تجديده عن طريق ون نوت. بالإضافة إلى مشروع التربوي أعتقد. أيوة، أيضا أضافوا مشروع الآن في حوار عن هذه النقطة. صحيح فعلا، فيكون إذا المعلمين الخبراء اللي حصلوا عليها مسبقا العام الحالي فقط يرفعون ون نوت بمنجزاتهم الجديدة بالإضافة إلى المشروع التربوي التي يتم فيه تعزيز مهارات القرن 21 عبر دمج التقنية. صحيح. استفسار آخر، هل المشروع لابد أن يكون طويل المدى؟ يعني لما نقول طويل المدى يعني ما المقصود بطويل المدى؟ كم ممكن تكون مدته؟ ممكن يكون 3 سنوات، هو القصير المدى ترم واحد إلى 3 سنوات، هذا أقصى حد. صحيح صحيح، طبعا توجد أيضا مشاريع خلال الترم واحد ممكن تنفذ مثلا بشهرين أو 3 فيقبل بها. صح. يعطيك العافية. الله طبعا يعافيك. أستاذة غنية تستفسر هل مطلوب ملف ون نوت أو سوي؟ أعتقد أستاذة صبرية أصبح هناك لبس وهو دائما هذا اللبس موجود لما نتكلم عن هذا الموضوع، لا، إذا هل كان سوي أو ون نوت؟ لا إذا كان الشخص يشارك لأول مرة، ملف سواي. أما المعلمين الخبراء الذين سبق لهم المشاركة، ون نوت. صحيح صحيح. أستاذ محمد القاضي يستفسر هل يشترط أن تكون البرامج المستخدمة لعمل الاستبانات تتبع مايكروسوفت؟ مو بشرط، حتى جوجل وغير جوجل، بس يعني لو يعني يشارك فيها لمرة واحدة، كأنك وظفها يعني كتوظيف. فعلا، يعني هو بالنهاية هي شركة مايكروسوفت لديها تقنيات وترغب المعلم بتوظيف تقنياتها في العملية التعليمية، ولكن لا يمنع ذلك من الاستفادة من شركات أخرى، ولكن مهم المعلم يبرز دور تقنية مايكروسوفت في المشروع بالإضافة للتقنيات الأخرى. يعني ليش المطلوب ان لما قلنا ركزنا على منتجات مايكروسوفت؟ عشان يعرفون هل في ايجابيات او سلبيات، اذا كان فيها ايجابيات يطورونها، سلبيات ما خدمت المعلم ممكن الغاؤها وادراج منتجات اخرى بديله عنها. ممتاز. استفسار آخر من أستاذ حصة، الترشيح هل الشخص يرشح نفسه أم يلزم موافقة المدرسة؟ لا، ارشح نفسي انا، كوني انا دخلت في مجتمع داخل مجتمع مايكروسوفت التعليمي، ما لها علاقة في المدرسة، ما لها صحيح علاقة. صحيح. استفسار من أستاذ فهد، هل الأشياء أو أعتقد يقصد المحتوى،
أو المؤلفات المرفوعة في شمس أو مقاطع في اليوتيوب، هل يؤخذ بها؟ هل تقبل؟ والله ممكن تقبل، ممكن لربما تقبل من ضمن المنجزات التي ترفع في الملف الأول تبع منجزات المعلم، فتعتبر من ضمن المبادرات في تبادل الخبرات وإثراء المحتوى المعرفي. لكن كما ذكرت أيضا يمكن للمعلم إضافة مورد داخل مجتمع مايكروسوفت. صحيح. ما زلنا نستقبل الأسئلة. كيف أثبت ما تم رفعه في شمس؟ عن طريق الرابط الخاص في المعلمة في منصة شمس. صحيح. هل القطاع الأهلي يستطيع المشاركة؟ هذا استفسار من أستاذة نوال. نعم، هو ممتاز. ليس مختصر أصلا المشاركة في التعليم، حتى في القطاع الخاص للشركات الأخرى لهم صحيح. مجال في المشاركة بحيث أن أستاذة يكون لهم وسيم تستفسر نعم. أستاذة وسيم تستفسر عن كيف تضيف مورد داخل مجتمع مايكروسوفت؟ هذا له عد دورة ثانية، بإذن له الله دورة بإذن الله. بإذن الله. أستاذة بشرى تستفسر، تطبيق تايني تاب هل يعتبر مشروع لوحده؟ مو مشروع، تطبيق. أنت قلتي تطبيق وليس مشروع، أنا أستخدمه كتقنية داخل الحصة الدراسية، صحيح وظفت التقنية. صحيح. أستاذة منى تستفسر أيضا، منى رفيع، كمعلم خبير يود التجديد، هل أضيف جميع منجزاتي في ون نوت من ورش ودورات أم التقني منها فقط؟ لا، أنا قلت تختار الأفضل، الأفضل. صحيح. ما الفرق بين الشارات والشهادات في دورات مايكروسوفت؟ هي تقصد في مجتمع مايكروسوفت لما هناك بعض الورش نأخذها نحصل على الشارة وبعض الورش نحصل على الشهادة، فهنا استفسار ما الفرق بينهم؟ شهادة، تحصلين على شهادة، شارة فقط كونك حصلتي على هذه الدورة كشيء معنوي، صحيح. هذا هو. أستاذة نجاة تستفسر، هل يوجد أكواد لهذه عندي الدورة؟ اي موجودة، الله موجودة، يعطيك العافية. يعافيك ربي. مشاريع، استفسار من أستاذة أمل، مشاريعي مع الطالبات في روبوت والبرمجة وهي ترشحت لمستويات عالية، هل يمكن المشاركة بها؟ هي تقصد كمشروع إن مشاريع ايوه طالبات اكيد البرمجة. فيه، ممكن عندنا على سبيل المثال المرحلة الثانوية، بما انه اصلا منهجهم يتكلم عن البرمجة، تستطيع المعلمة ايضا اضافة البرمجة هذه في عمل تطبيق من تطبيقات الجوال، يعني في فرصة لمعلمين الحاسب الآلي يعتبر ممتاز. ايضا. أستاذة مها تستفسر، هل رفع مستوى المعلمات في التقنية يعتبر مشروع؟ لا، يعتبر المعلمة تدرب زميلاتها بحيث ترفع مستواهم في التقنية، هل يعتبر هذا مشروع؟ تطوير وليس مشروع. ممتاز. أستاذة غنية العشر تستفسر، هل استخدام سكايب بالفصل الدراسي والتواصل مع مختلف المجالات يعتبر كمشروع؟ لا، أنا وظفت تقنية من التقنيات أو برنامج من البرامج الخاصة بمايكروسوفت. ممتاز. أستاذ محمد يستفسر، هل عدد الشهادات والشارات والرصيد العالي حوالي 94,000 نقطة على مجتمع مايكروسوفت يدعم قبولي كمعلم خبير؟ إن ذكرنا في البداية إذا كان 1000 يعني وما فوق عادي، أكيد يدعم. ممتاز ممتاز. طيب طبعا أنت أستاذة شريفة أيضا عندها استفسار أخير، إحنا ودنا ناخذ استفسارات أخيرة قبل ما ننهي. أستاذة شريفة تستفسر، هل أيوة. تضيف جميع الدورات اللي نفذتها المعلمات ضمن المنجزات؟ طيب أنت راح تضيفين جميع الدورات يعني من بداية السلك التعليمي أو السنة التعليمية، اختاري أنت ما ترانيه يعني تراه الأفضل، كونه سنة أو سنتان إلى 3 سنوات. أستاذ محمد يستفسر، هل إنتاج الطلاب عبر ماينكرافت يعتبر مشروع؟ لا، أنا وكذلك وظفت هناك برمجة. استفسار آخر بحيث تجاوبينهم مرة واحدة. أستاذة صبرية، هناك أيضا استفسار آخر مشابه، هل تعليم الطالبات الميكروبوت يعتبر مشروع؟ ممكن يعتبر مشروع، يعتبر
إذا ماينكرافت والمايكروبت إذا وظف بطريقة إبداعية طيبة أنتجوا من خلاله صح، يعتبر يعتبر مشروع يعتبر ممتع. ممتاز. هل نرفع عمل الطالبات سدريم تستفسر في التطبيق للأجهزة الذكية بلغة الأب إنفنتور أم فقط شهادة تدريب للطالبات تكفي؟ هي تقصد هل إني أقدم لكم أعمال طالبات ولا فقط تعطيكم الشهادات اللي دربت في الطالبات؟ لا، الأفضل توثق العمل كصور أثناء تطبيقها معهم بالإضافة مع الشهادات يدعم. ممتاز ممتاز. هناك استفسار أيضا عن الأكواد، إذا في إمكانية صبرية عرض الأكواد بحيث يفيدونا المعلمين هذه مع الشباب عرفتها، الجزئين. هذه معروضة إذا حابين يصورونها أو أرسلها أنا الآن. إذا في إمكانية ترسل عن طريق المحادثة بحيث المعلمين أو الحضور ممكن يسخونها ويقوم بلصقة مباشرة في مجتمع مايكروسوفت. أستاذ محمد يستفسر ما الفائدة من الأكواد الصبرية؟ إعطائه نقاط تدعمه، نقاط داعمة. إذا أستاذ محمد مثل ما ذكرت أستاذة صبرية، هذه الأكواد بالدخول إلى الملف التعريفي الخاص بالمعلم في مجتمع مايكروسوفت تزيد من عدد النقاط، ولكن لا تضيف شارات، ليس شارات لكن نقاط. لذلك الآن تقوم السيدة صبرية بوضع الأكواد لديكم، فقط تقوموا بنسخ الأكواد ولصقها في مجتمع مايكروسوفت للحصول على نقاط إضافية. أحيانا بعض الأكواد فيها شهادات وفيها شارات، يعني تأتي ممتاز. فيه أي، وأحيانا تكون داعمة للمعلم تدعمه كنقاط تحفيزية. قبل الأخير استفسار آخر، إن أين يتم وضع الشارات؟ إشارات في الإنجازات داخل موقع مايكروسوفت. إذا أنتم حابين إني أدخل على الموقع الآن قبل ما نختم، لأن إحنا عندنا دقيقتين، عندنا دقيقتين، إن أمكنك مثلا تورينهم أمامهم الآن تطبيق عملي فيمكن طيب يحطون أمام دقيقتين الآن. خلاص برسل هذا آخر كود. يلا ندخل الآن بشكل سريع على المجتمع. إن أمكن مشاركة الشاشة سنة صبرية بحيث يظهر لنا الموقع. أيوة هذا. أوه، انتهت الجلسة مكتوب. إن أمكن الدخول. طيب دقيقة بس تسجيل دخول. طيب ظاهرة شاشة نعم الأخرى. نعم جميل. طبعا هذا الملف التعريفي الخاص فيني أنا. طريقة إدخال الأكواد البداية من الأيقونة الخاصة بالرمز، عندنا استرداد الرمز هنا، أضغط عليه أنزل إلى أسفل الصفحة، هنا الإدخال الرمز الترويجي أو الكود، أضعه في هذه الخانة مثلا، ثم أنا لست برنامج ريبورت إرسال عشان تتأكدون من أن الكود فعلا فعال. هنا إرسال. يعطيك العافية خلاص أستاذة صبرية، شكرا جزيلا على التوضيح. طيب، بالإضافة يعطيك إلى السؤال لك ذكرت أين أجد الإشارات أو الشهادات، من هنا أيضا من كلمة الإنجازات، بس هذه النقطة ونختم. إنجازات دقيقة. علق الموقع.
يعلق، ما هو راضي يفتح. إذن بنقرأ على إنجازات. أنا ممكن المهم من ممتاز، هي أيوة. الفكرة وصلت للأستاذة صبرية، إنه بنقرأ على إنجازات. أنا ممكن أشوف الشارات. أيوة ممتاز. إذا إحنا تعرف الحين إحنا كيف أنا ممكن أضيف الأكواد بحيث إني أحصل على نقاط إضافية. ومثل ما ترضينا الآن أمامنا الشارات. هذه الشارات في الأسفل، الشهادات هنا. طبعا في شهادات تحفيزية، في شهادات أساسية إلى آخره. يعطيك بإمكان العافية. الشخص يقوم بطباعتها إلى آخره، أو مشاركتها مع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية يا صبرية. الله شاكرين لك جهودك ومبادرتك في دعم مهارات الميدان التربوي وإثراء بخبراتك الرائعة. نقدر جهودك ونثمن وقتك في مشاركتنا هذه الندوة الرائعة. شاكرين لك حضورك ومشاركتك، وشكرا لجميع الحضور. يعطيكم العافية، ونراكم بإذن الله في ندوات قادمة قريبا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك أستاذة صبرية، شكرا للأستاذة نورة. ملاحظة أخيرة لو تكرمتوا، بالنسبة للندوة هذه راح تكون مسجلة بإذن الله ومتاحة على منصة تزامن، تكتبون على جوجل المقررات المفتوحة، تدخلون على البانلست أو قوائم التشويق، راح تظهر لكم ندوات ومؤتمرات بإذن الله. هناك تكون الندوة كاملة ومسجلة خلال اليومين القادمة بإذن الله. وأنا بدوري أيضا أتقدم بالشكر لهذه المبادرة بإتاحة الفرصة لي بتقديم هذه الندوة. أيضا أتوجه بالشكر لمديرة الحوار الأستاذة المتألقة والمبدعة والمتميزة الأستاذة نورة الدويخ، وشكرا لكم أنتم أيها الحضور.